مظاهرات في شوارع تل أبيب وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المحتجزين الإسرائيليين اللي موجودين عند المقاومة، والأهالي بيضغطوا على حكومة نتنياهو لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة. لكن السؤال، إزاي إسرائيل هتواجه هذا الملف وهتتعامل مع هذا الملف، ملف المحتجزين، وإزاي هتتعامل كمان مع المظاهرات الغاضبة في الشوارع؟ ده اللي هنعرفه من اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح النور. يا اهلا بحضرتك. ازاي الحكومه، حكومه الاحتلال، هتتعامل مع هذا الملف، مظاهرات في الشارع وفي نفس الوقت ملف المحتجزين عامل ضغط على الشارع وبالتالي ضغط ايضا على نتنياهو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حكومه نتنياهو حطت اهداف استراتيجيه صعبه التحقيق في هذا الملف وفي ملف مواجهه حركة المقاومة الفلسطينية اللي بدأت يوم 7 أكتوبر. فهو حط أهداف إن هو عايز يستلم الأسرى بدون أي قيد أو شرط، وعلى لسان وزير الدفاع قال نفس الكلام في محاولة. أنا أعتقد في رأيي الشخصي هم بيستهلكوا الوقت عشان يقدروا يوصلوا بالتقنيات والمساعدات الأمريكية بالذات لتحديد اماكن الاسرى في غزه. فهو هذه الفكره طبعا فات عليها ايام كتير وتاجل الاجتياح البري، ولكن احنا لو رجعنا لملف الاسرى، احنا المره دي في بدايه يوم 7 اكتوبر الاسرى بقوا متنوعين، في جنود من فرقه غلاف غزه، في جنود، في ضباط، وفي مدنيين، وده أول مرة يبقى الرقم ده كبير موجود من بين أيادي المقاومة الفلسطينية. فالنهاردة الأسرى متصنفين إلى ثلاث أقسام. نتنياهو بيحاول هو ومساعدينه سواء في الأمن في الشباك أو الموساد، الشباك أو الموساد، إن هم يقدروا يستهلكوا الوقت علشان يقدروا يوصلوا لمكان الأسرى ويبقى هو قدام الشعب الاسرائيلي او الكيان الصهيوني كله ان هو قدر يحرر، لان هو موقفه الان هو وحكومته في منتهى السوء. النهارده الحمد لله المقاومه الفلسطينيه بتبلي بلاء حسن، ولغايه النهارده ادي يوم ال 23 مش قادر يعملوا اي اجتياح بري، ومش قادرين يدخلوا من اي مكان لغزه سواء في البر او في البحر. ونرجع وملف الأسرى نقول بقى إيه أدى هذا. أنا عايز أقف عند ملف الأسرى سيادة اللواء. مسؤولين كبار من هيئة الأسرى الإسرائيليين لخلافهم مع نتنياهو، ده رقم واحد. رقم اتنين، النهاردة في صفقة بين روسيا وبين حركة حماس لإطلاق 8 أسرى من العدد اللي وصل ل 239 مقابل الحصول على اسلحه لصواريخ مضاده للطائرات. فالنهارده يعني حركه المقاومه الفلسطينيه بتدير هذا الملف بذكاء شديد جدا. بس في تصرفات غير منطقيه، وان كان كالعاده يعني يتنافى المنطق مع نتنياهو، ولكن في حاجتين غير منطقيتين. اول حاجه هو بيهدف ان هو عايز تسليم المحتجزين الاسرائيليين من غير ما يقدم في مقابلهم اي شيء، وده شيء غير منطقي على الاطلاق، انا مش عارفه هو بيطرحه ازاي. تاني حاجه فكره هذا العدد الكبير الغير معتاد من المحتجزين اللي موجود عند المقاومه برضو الى الان لم يتحرك برضو، ودي برضو حاجة شديدة الغرابة وتترافع مع المنطق اللي احنا متفقين انه غير موجود عندنا نتنياهو. لا هو بص، انا عايز اقولك في ملف الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وبين الكيان الصهيوني قديم من سنة 68، وكان فعلا زي ما حضرتك قلتي ان نتنياهو متشدد جدا على غير المنطق. يعني دايما كان بيبقى فيه منطق في التعامل ما بين الجانبين في تبادل الأسرى. السنوار اللي هو يعني رئيس المكتب السياسي في حركة حماس قال الكل مقابل الكل. الكل مقابل، احنا عندنا هناك في فلسطين في أسرى فلسطينيين حوالي 5300 أسير زائد 1000 معتقل إداري.
فالصفقة دي كانت بتتم قبل كده يعني في 83 حضرتك تم إطلاق سراح 4800 من أسير عربي وزائد 65 سجون إسرائيلية مقابل 6 بس. إنما نتنياهو دي محاولات يائسة وفاشلة، وهو بيحاول يعتمد إنه يطيل الوقت حتى يستطيع أن يوصل لمكان الأسرة. وأنا يعني رؤيتي الشخصية إن هو لن يتمكن من الوصول إلى مكان الأسرة، لأن التاريخ بيقول إن المقاومة عندها قدرة عالية جدا في إخفاء أماكن الأسرة. لكن سيادة اللواء يعني كان قعد 4 سنين كل مخابرات أمريكا ومخابرات الإسرائيلية والمخابرات المتعاونة معاهم ما قدروش يوصلوا لمكان جلعاد شريط، ولولا أن تدخلت مصر ما كان هيبقى في هذا التبادل. النهارده في انباء بتقول ان في وفد من حماس هيزور مصر قريب عشان يبحث ملف الاسره، لان واضح ان المباحثات مع قطر كوسيط لحل هذه المشكله لم تنجح. فمصر دايما هي اللي بتقوم بالدور الحاسم في الوقت المناسب، وانا اعتقد ان مصر قريب جدا بتقوم بدور مهم جدا في هذا الملف. سيادة اللواء لو سمحتني، وملف المساعدات كمان مصر ما شاء الله بتتقدم فيه بنجاح كبير جدا، زائد الملف الأساسي اللي هو الحل بين الدولتين يتم تحقيقه إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي.